وإذا شيخ الإسلام رحمه الله لما جودل وحور في العقيدة الواسطية لما كتبها رحمه الله، كان هناك علماء سوء، علماء بدع، فوشوا به إلى الأمير، فقال الأمير لنعقد مناظرة، فعقدوا مناظرة 3 مرات وقد أخرسهم وألجمهم، حتى إنهم قالوا للأمير إنه يقول إن هذه عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، قال لا، ليست عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، إنما هي عقيدة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الحق أبلج واضح.